قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إن من الضروري أن تنوع أوروبا إمداداتها من الطاقة، في وقت حذرت دول عدة ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا أن هناك احتمالاً كبيراً لأن تكون روسيا وهي مورد رئيس للغاز الطبيعي تتطلع لغزو أوكرانيا. يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في الحصول على أكثر من ثلث احتياجاته من الغاز، وسيؤدي أي انقطاع إلى تفاقم أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن نقص الإمدادات. وانخفض حجم الغاز الروسي المنقول إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنسبة 25% العام الماضي، الأمر الذي تسبب في الحد من تدفق مورد إيرادات رئيس لاقتصاد أوكرانيا المتعثر في وقت يتصاعد التوتر مع موسكو. اعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الغاز الروسي هو ما يعمق الأزمة، إذ أن 55% من واردات الغاز الألمانية مصدرها روسيا مقارنة ب 40% عام 2012. ويتجسد التعاون في مجال الطاقة بين روسيا وألمانيا في خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يمتد على مسافة 1230 كيلومتراً وبتكلفة تقدر ب 12 مليار دولار أمريكي، وهو يصل بين البلدين قاطعاً 5 دول، روسيا والدنمارك وفنلندا والسويد عبر خليج فنلندا، ليمتد في بحر البلطيق ويصل إلى شمال شرق ألمانيا، لينقل الغاز من هناك إلى باقي دول غرب أوروبا عبر شبكة الغاز الطبيعي. ومن المخطط أن ينقل خط الغاز الروسي ما مجموعه 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا، لتضاعف الكميات وصولاً إلى 110 مليارات متر مكعب سنوياً. كان الخط الأول نورد ستريم 1 بدأ في العمل عام 2011 لتتجاوز كمية الغاز الروسي المصدرة من خلاله ما يقارب من 40% من احتياجات أوروبا للطاقة، ومع بدء تشغيل الخط الثاني نورد ستريم 2 ستتضاعف هذه الكمية لتصبح روسيا المتحكمة الأول في إمدادات الطاقة لأوروبا. وجدير بالذكر أن نورد ستريم تديره حصراً شركة غاز بروم الروسية العملاقة المملوكة للدولة الروسية.